مساء الخير يا دكاترة، معاكم زميلكم فيليمون ماهر، مقرر لجنة المسل تيستينج اند ميجرمنت. هنبدأ النهاردة معاكم أول محاضرة من مقرر مسل تيستينج اند ميجرمنت 2. هنبدأ علشان نبقى عارفين بس الأول المقرر ده احنا محتاجين نعرف فيه ايه. محتاجين نعرف فيه 3 أقسام. أول حاجة المسل تيستينج، تاني حاجة الرينج اوف موشن وازاي اقيس الرينج اوف موشن، تالت حاجة البوستشر. تمام، اول حاجة عايزين نعرفها هي المسل تيستنج، وهتبقى اول محاضرة معانا في المسل تيستنج هي الاسسمنت اوف الفيس ماسلز. انت كواحد مسجلها اول مرة او داخل تحسنها، فانت واخد معلومات من مسل تيست واحد. تمام، نفتكر بس مع بعض شوية حاجات كده من مسل تيست واحد. اي عضلة لو جالك وقال لك اعمل لي عليها تيستنج، لازم تكون عارف العضلة وعارف هي مكانها فين. تمام، يعني عندك دي مثلا الكوادريسبس، الكوادريسبس احنا عارفين مكانها فين. مش بس تبقى عارف مكانها، لا انت كمان تبقى عارف الاكشن بتاعها عامل ازاي. طبعا احنا عارفين الكوادريسبس بتعمل الاكشن ده، بتعمل اكستنشن للني. تمام، فاحنا المفروض ان احنا نعمل تيستنج بندي ريزيستنس في الاوبوزيت سايد بتاع الاكشن بتاع العضلة نفسها. تمام، طيب على حسب بقى الريزيستنس اللي انا بديها، بدي جريدز زي ما احنا فاكرين. طبعا اول حاجة هو نورمال، بدي جريد 5، ده بيبقى اجينست الماكسيمال ريزيستنس. ممتاز. تاني جريد عندنا هو جريد 4 اللي هو الجود، بيبقى اجينست مودريت ريزيستنس. جريد 3 او جريد 3 اللي هو الفير، ده بيبقى against الجرافيتي اونلي، بيبقى نو ريزيستنس، نو مانوال ريزيستنس، الريزيستنس بتاعت الجرافيتي بس. طيب لو ما قدرش برضو من الجرافيتي، بنشيل الجرافيتي خالص وبنديله 2، جريد 2 اللي هو بور. طب لو ما قدرش حتى يحرك رينج اوف موشن بس في ماسل كونتراكشن، ده بنديله جريد 1 اللي هو تريس. طب ولو ما فيش اي ماسل كونتراكشن او ما فيش اي حركه انا شايفها بعيني او حاسسها بايدي، فده هنديله جريد 0، ودي بتبقى في حاله الباراليسز او الشلل. طيب في الطبيعي احنا بنشوف كذا حاجه، بنشوف البيشنت بوزيشن، بنشوف الثيرابيست بوزيشن، وبنشوف الجراسبنج. تمام، احنا بنشوف بيشن بوزيشن سواء سوباين، برون، سايد لاينج، سيتنج، بنشوف السيرفس بوزيشن سواء ستاندنج، ووك ستاندنج، الجراسبنج بنشوف الرايت هاند ماسكه فين، الليفت هاند ماسكه فين، وهكذا. طيب النهارده مش هنشتغل بالجريدز العاديه، ولا هنبص على البيشن بوزيشن ولا على السيرفس بوزيشن. اللي ممكن نبص عليه شويه هو الجراسبنج، هو ده اللي هنركز عليه، لان احنا ما بنشرحش اي مصل. المحاضرة النهاردة مش مصلز عادية، مش مصلز بتحرك بون، لا دي بنتكلم النهاردة عن الفيس مصلز. تمام، كام نقطة بس كده علشان نركز نشوف احنا هناخد النهاردة. اول حاجة هناخد general grading procedures. الجريدنج هيبقى مختلف، مش هيبقى 5 4 3 2 1 0، هيبقى مختلف في الفيس مصلز. تاني حاجة هنركز عليها هي الاي موشن. تالت حاجة هتبقى الاي اوبننج اند كلوزنج، فيها حركتين اوبننج وكلوزنج. بعد كده هناخد الفور هيد اكسبريشنز، وهم برضو حركتين. بعد كده النوز ماسلز، بعد كده الماوس ماسلز، وفي اخر حاجة خالص هي الجو ماسلز اللي هي عضلات اللي بتحرك الفك. تمام، طيب احنا نعمل ماسل تيستنج. طيب هناخد كام عضلة النهاردة؟ عد معايا. في الاي موشن هناخد 6 ماسلز. تمام، 6 ماسلز، ما تتخضش من الرقم. في الاي اوبننج اند كلوزنج كل واحده ليها عضله، فعندنا عضلتين، عضله اوبننج وعضله كلوزنج. في الفور هيد اكسبريشنز 2 ماسلز ب2 اكشنز. النوز ماسلز فيها 3 ماسلز، بس مش هنشرح ال 3 ماسلز او مش هنعمل تيستنج معنى صح ال 3 ماسلز، هنعملها لده بس. بالنسبة للماوس ماسلز هما 10 ماسلز، بس مش هنعمل تيستنج لل 10، هنعمل تيستنج لل 2 ماسلز اونلي. بالنسبة للجو ماسلز هما 5 ماسلز، وهنعرف اساميهم كلهم، لكن هنقسمهم جروبين، جروب جو اوبننج والجروب التاني جو كلوجر. يعني بإجمالي كل الماسلز اللي هناخدها هي 28. طيب نخش بقى بعد كده ناخد كام نوت.
بسيطة تعرفنا على الفيس موسلز. أول حاجة هي innervated by الكرانيال نيرف. طبعا أنت عارف إن الكرانيال نيرف عددهم 12، وتقريبا أغلب المسلز سوري المسلز بتتغذى بالكرانيال نيرف اللي هو السابع اللي هو الفيشال نيرف. وهتلاقي الحاجات اللي تبع الاي غالبا بتتغذى بالاوكيلوموتور نيرف، وبيشترك كده معاه الابديوسنت اللي هو رقم 6 والتروكيلر اللي هو رقم 4 والاوكيلوموتور ده اللي هو رقم 3. يبقى انت كده معاك 7، ده الكبير اللي بيغذي تقريبا اغلب العضلات، وبعد كده الاوكيلوموتور 3، وبعد كده التروكيلر والابديوسنت اللي هو تروكيلر 4 والابديوسنت 6. تمام، دور الكرانيال نيرفز. تاني حاجة بيقول لك دونت موف ابوني ليفر، لان المسلز دي بتبقى مرتبطة بالسكن والفاشيا اللي هي بتعمل لك الفيس اكسبريشنز. تمام، فالنورمال ميثودز او الكلاسيك ميثودز ما بنستخدمهاش، ما بنديش ريزيستنس في اتجاه معين علشان يحرك لنا في الاوبوزيت دايركشن فنعمل تيستينج. علشان كده ما بنستخدمش الجريد اللي هو 5 4 3 2 1، لا بنستخدم جريدنج تاني هتعرفوه السلايد الجاي على طول. تالت حاجة اللي هي الايشو اوف سيمتري از بارتيكولر امبورتنت. يعني ايه بقى السيمتري دي؟ سيمتري يعني نص وشك اليمين بنفس كفاءة نص وشك الشمال. يعني انا دلوقتي بغمض عيني الشمال بطريقة بقوة معينة يبقى في اليمين بنفس القوة. تمام، طبعا ده في اغلب عضلات المصل ما عدا اللارنجيال ماسلز. تمام، طيب انا لو لقيت ان في اسيمتري يعني نص الشمال مش زي نص اليمين، اظن هيبقى باين جدا. يعني مثلا انا لو رايح لو في مريض جالي، تمام، لقيت ان عينه اليمين طبيعية جدا وعينه الشمال الابر ايليد او الجفن شوية، يبقى انا كده اعرف اقول ان في هنا اسيمتري، نص ده مش زي النص ده، فهنا في اسيمتري، اقدر اقول ان هنا في توزس، وهنعرف يعني ايه توزس في السلايدز اللي جاية. البيشن والسيرفس بوزيشن هنثبتهم في كله علشان نبقى مستريحين وما نفضلش نبص لكل واحد. اول حاجه شورت سيتنج بوزيشن، البيشنت يبقى في شورت سيتنج بوزيشن. واحد يجي يقول لي طب ما احنا ممكن ننيمه في سوباين، هل ينفع ننيمه في سوباين؟ اقول لك ايوه ينفع ننيمه في سوباين، بس بشرط ان الهيد والترانك شود بي سبورتد، سواء شورت سيتنج او سوباين لازم يكونوا سبورتد. طيب ايه تاني بقى؟ السيرفست بوزيشن ستاند اور سيت ان فرونت اوف ذا بيشنت. ماشي، بس في علم النفس بيقول لك بلاش تبقى واقف قدام البيشنت كده دايركت، هو بيخاف او مثلا نفسيا ما بيكونش مرتاح، فخليك انت واقف ان فرونت لكن سلايتلي تو وان سايد. تمام، يعني واخد كده جنب سن. طيب تمام، مش نخش بقى على الجنرال جريدنج بروسيجرز. جنرال جريدنج بروسيجرز اللي هي 5 4 3 2 1 0 دي مش مناسبه معانا، فاحنا هنخترع حاجه تانية هنسميها اول حاجه فانكشنال، تاني حاجه ويك فانكشنال، تالت حاجه نون فانكشنال، والاخيره الابسنت. تاني فانكشنال اللي هي بنرمز لها بالاف، ويك فانكشنال اللي هي بنرمز لها بالدبليو اف، نون فانكشنال بنرمز لها بالان اف، والابسنت دي الزيرو اللي هو اللي احنا متعودين عليه. طيب ايه بقى الفانكشنال؟ الفانكشنال دي قال لك اللي هي نورمال او فيها سلايت امبيرمنت، في امبيرمنت بس مش ظاهر، مش بيأثر لي على الرينج اوف موشن بتاعي، مش بيأثر لي على الاكشن الامبيرمنت. طيب الويك فانكشنال ده بيبقى مودريت امبيرمنت، ده بيأثر لي بس لسه بعرف اعمل الرينج اوف موشن، بس بيأثر بصورة واضحة. تمام، ده بيبقى غالبا انا بدي ريزيستنس بس هو مش قادر يعمل رينج اوف موشن. تمام، طيب النون فانكشنال بقى ده ايه؟ ده سيفير امبيرمنت. ما دام انا شخصت نون فانكشنال يبقى ده سيفير امبيرمنت، يبقى ده لازم يتعالج، والويك فانكشنال برضو بيبقى لازم يتعالج. الابسنت دي اللي هي في حاله الباراليسز او في حاله ان انا ما الاقيش اي اكشن قصادي. تمام، نخش بقى بعد كده على الاي موشن، ودي اول توبيك معانا هنعرفه في الفيس اكسبريشنز. الاي موشن اتفقنا ان هما 6 ماسلز، هنقسمهم مجموعتين 4 ريكتس و2 اوبليكس. طيب ايه بقى هنقسمهم ازاي؟ اول حاجه لازم نشوف رسمه الاي نفسها. تمام، ادي الاي، ماشي، ادي ريكتس 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 اربعهم، وفي 2 اوبليكس اوبليكس عشان جايين بجنب. تمام، طيب انا عايز بقى اسمي الريكتس دي، اول واحده عشان هي فوق فهنسميها الريكتس سوبيريور.
تمام. طيب اللي تحت اكيد زي ما انت متوقعت الريكتس انفيرير، مظبوط. طيب دي بقى الميديال ولا دي الميديال، وانهي فيهم اللاترال؟ طيب علشان تعلم ميديال من لاترال، بص على دي اللي فوق، اللي فوق الناحية دي، يبقى الناحية دي رقم 3 دي الميديال، يبقى دي هنسميها الريكتس ميدياليس، يبقى قصادها الريكتس ايوان لاتراليس، مظبوط. فاضل لك 2 اوبليكس، 5 دي اوبليكس سوبيريور عشان فوق، واللي تحت دي اوبليكس انفيريور. طيب المسلز دي بتتغذى بانهي نيرف، او النيرف سبلاي بتاعها هو عباره عن ايه؟ النيرف سبلاي قال لك هو في 3 نيرف سبلاي، قال لك اوكيلو موتور اللي هو رقم 3، وفي التروكيلر اللي هو رقم 4، وفي الابديوسنت اللي هو رقم 6، تمام. طيب انهي مصل بتتغذى بانهي نيرف؟ هنقسمهم على حسب النيرف، هقول لك النيرف وهقول لك بيغذي انهي مصل، بس خلينا متفقين علشان ما نتلخبطش، خلينا نلون النيرفات باللون الازرق، علشان اول لما عينك تقع على اللون الازرق تعرف انه نيرف على طول من غير حتى ما تقرا الاسم. طيب نخش بقى على اللي بعده، وهو الاوكيلوموتور، خليها ازرق نلونها ازرق زي ما متفقين. الاوكيلوموتور بيغذي كام مصل؟ هنعرف دلوقتي. اول مصل بيغذيها الاوكيلوموتور هي الريكتس سوبيريور، تمام. الريكتس سوبيريور، الريكتس سوبيريور دي بتعمل ايه؟ تفتكر كده الريكتس سوبيريور دي بتعمل ايه؟ اول حاجه اليفيشن اوف الاي بول، تمام. بس قال لك ان هي اليفيشن الموفمنت بتاعتها بتبقى ابورد وانورد. ركز في الجمله دي هشرحها لك مع المصل اللي بعدها، تمام. يبقى elevation of eyeball upward and inward. طيب تاني حاجة بتعمل adduction of eyeball، مش هو upward و inward فبتعمل adduction، تمام. بتساعد على adduction، ده مش primary movement، ال primary movement هي ال elevation، واضحة وصريحة، لكن ال secondary بتعمل adduction. طيب ايه بقى اخر movement معانا؟ هي الروتيشن اوف ادكتد اي بول، يعني لو في ادكتد اي بول هي بتعمل روتيشن علشان ترفعها لفوق، تعمل اليفيشن. فانت لو عندك ادكتد اي بول، عين داخله لجوه، هو باصص لجوه، انت باصص لجوه وعايز ترفع عينك لفوق، بتشغل الريكتوس سوبيريور، بتعمل روتيشن، تمام. تمام، قال لك في جمله كده الابر اند اوف فيرتيكال اكسس از انورد، يعني ايه الجمله دي؟ هشرحها لك برسمه في المصل اللي بعدها. المصل اللي بعدها هي الريكتس انفيرير، الريكتس انفيرير تفتكر بتعمل ايه؟ طبعا عكس الاليفيشن ديبريشن، مظبوط، ديبريشن اوف اي بول داونورد اند انورد برضو، تمام. تمام، تاني حاجه بدل ما هي انورد يبقى تعمل، مظبوط، الادكشن اوف اي بول، تمام. طيب اخر حاجه معانا هي الروتيشن اوف ادكتد اي بول، يعني تقريبا الاثنين زي بعض بس بيختلفوا في الاليفيشن والديبريشن، تمام. طيب الابر اند اوف فيرتيكال اكسس هنا مختلف، هيبقى اوت وورد، تمام. طيب انا مش فاهم الحته دي، تعالى افهمها لك بالراحه. دلوقتي انت عندك ادي الاي، ماشي، دي الاي ودي الايريس او النني، تمام. دلوقتي هو ادكتد للحته دي، تمام. انا لو جيت احركه كده كده شغلت ايه؟ الريكتس سوبيريور ابورد وانورد، عشان هي بتعمل روتيشن للادكتد. فتخيل كده في هنا الاكسس، الاكسس كان كده بقى كده، يبقى هو اتحرك ناحيه ايه؟ الانورد، تمام. الابر اند اوف فيرتيكال اكسس از انورد، تمام. طيب رجعها تاني مكانها وحركناها لتحت كده، الاكس اتحرك من هنا لهنا، فبقى اللور اند هو الانورد، فيبقى قصادها الناحيه التانيه الابر اند هيبقى منين؟ ايوه هيبقى اوتورد. اتمنى تكون وصلت. تالت مصل معانا وهي الريكتس ميدياليس، والريكتس ميدياليس من العضلات المريحة والخفيفة، لأن هي جاية من اسمها ما بتعملش حاجة غير الأدكشن، أدكشن فقط. لآخر مصل وهي المصل، لا مش الريكتس لاتراليس، هي الأوبليكس انفيريور. الريكتس لاتراليس بتتغذى من الابديوسنت وليس الاوكيلوموتور، احنا دلوقتي بنتكلم عن الاوكيلوموتور نيرف اللي هو رقم 3، تمام. طيب الاوبليكس انفيريور بتعمل ايه؟ هي ركز، هي انفيريور، فايوه زي ما انت متوقعت فعلا هي اليفيشن اوف الاي بول مش ديبريشن، تمام. هي بتعمل اليفيشن لان هي اوبليك مش جايه دايركت زي الريكتس انفيريور، تمام. طيب بتعمل الموفمنت بتاعتها ابورد لكن مش انورد، فامسح دي، خلينا نكتب ابورد اند اوتورد. طيب لو هي اوتورد تفتكر بتعمل ادكشن ولا ابدكشن؟ ايوه بتعمل، مظبوط، ابدكشن. طيب الروتيشن
بتعمل روتيشن للايبول، لكن الابر اند اوف فيرتيكال اكسس از اوتورد. فخلي بالك بقى الاوبليكس انفيرور هي اوتورد واوتورد، الموفمنت بتاعتها ابورد واوتورد، والفيرتيكال اكسس برضو هو اوتورد. تمام تمام. نيجي بقى على الابديوسنت نيرف والتروكيلر نيرف. الابديوسنت رقم 6 والتروكيلر رقم 4. الابديوسنت بيغذي الريكتاس لاترالز، فالتروكيلر بيغذي مظبوط زي ما انت ما قلت بيغذي الاوبليكس سوبيريور. طيب الريكتاس لاترالز بتعمل ايه؟ زي اختها بالظبط، هي بتعمل ابدكشن اونلي، بتعمل ابدكشن بس، زي اختها المدياليس اللي بتعمل ادكشن بس، بيريحوا دماغهم هما الاثنين. طب التروكيلر بتعمل ايه؟ طيب عكس اختها الانفيريور، الانفيريور بتعمل اليفيشن، فالاوبليكس سوبيريور بتعمل مظبوط ديبريشن اوف ذا اي. طيب ليها اكشن تاني، ليها اكشن تاني بس سكندري مش برايمري. السكندري هو الابدكشن اوف الاي بول، زي الريكتس لاترالز بتعمل ابدكشن، فعندك الاثنين اوبليكس بيعملوا ابدكشن. ده كده المسلز بتاعت الاي، ودي حركات الاي موشن. في حاجه بس اخيره محتاج انت تعرفها، اللي هي الليشنز. ايه الليشنز دي بقى؟ الليشن لو حصل قطع او اي مشكله في النيرفات. طيب مثلا عندك الاوكليموتر نيرف اللي هو رقم 3. طيب لو حصل فيه مشكله تفتكر هيعطل ايه؟ عندك اغلب الحاجات الريكتس سوبيريور وانفيريور والميديال بيعملوا ادكشن، فهو هيلغي الادكشن، فهتعمل الاي از اوتورد. تمام، تعمل توزس، تعمل توزس. تمام، ايه بقى التوزس ده بقى؟ هو ده التوزس اللي يبقى عندك فيه نورمال ايلت، والناحيه الثانيه بيبقى فيه فولينج او دروبينج للابر ايلت. طيب دي بقى انهي مسل؟ دي مسل تانية اسمها الليفيتور بالبيبري سوبريوريس، دي مش تبع الاي موشن، دي هناخدها في الموشن اللي بعدها اللي هي الاي اوبننج. تمام تمام، بس برضو بتتغذى بالاوكليموتر نيرف، وهتعرفها برضو السلايد اللي جاي. طيب لو حصل ليشن في التروكيلر نيرف اللي هو رقم 4، تفتكر هو بيعمل ايه؟ بيعمل ديبريشن والابدكشن. طيب يبقى هو كده ليميت الديبريشن. طب هو هي ليميت الابدكشن؟ لا. ليه؟ لان الابديوسنت بيعمل ابدكشن، ففي اصلا كده كده عضله تانية بتعمل ابدكشن، فهو هيبقى ليميت الديبريشن بس. هتقول لي طيب ما هو الريكتس انفيرير بتعمل برضو ديبريشن اوف اي بول. هقول لك هنا ما هو ما منعوش خالص، هو ليميت الديبريشن ما منعوش خالص. طيب اخر بقى نيرف معانا اللي هو الابديوسنت، لو حصل له ليشن تفتكر هيعمل ايه؟ مظبوط برضو ليميت لللاترال موفمنت او ليميت للابدكشن. دي كل حاجة عن الاي موشن انت محتاج تعرفها. طيب ايه المصل اللي بعد كده بقى؟ هناخد حاجة مش مصل، هو تيستنج. احنا مخدناش التيستنج بتاع المسلز دي اللي هو الاي تراكنج. ازاي بنعمل لهم تيستنج؟ ازاي بنعرف نديهم جريد سواء فانكشنال او ويك فانكشنال او نون فانكشنال او زيرو؟ نقول له لوك ات ماي فينجر فولو ات ويز يور ايز. صباعك بيبقى قدام العين وبتبتدي تختبر عين عين، بتخبي عين وبعد كده بتعمل الاختبار، بعد كده العين التانية بتروح كشفها ومخبي العين اللي انت عملت عليها الاختبار، وبعد كده بتعمل على عينين بالطريقه دي كده بالظبط. طيب ماشي. الكرايتيريا فور جريدنج، لو عمل immediate tracking in smooth motion يعني لو كانت عينه سلسه بنديله اف، لو مش سلسه فانا بشوف يا ويك فانكشنال يا نون فانكشنال. بس دي ما بعرفش افرق بينها، دي محتاجه ديتيل دبلوبا تيستنج، دي بتتعمل عن طريق الاوبسالموجيست بس احنا ما بنعرفش نعملها. اخر حاجه الابسنت، ما بيبقاش في اي بعد كده على الاكشن اللي بعده كده واللي هو الاي اوبننج. الاي اوبننج ده بتتعمل بعضله اسمها الليفيتور بالبابري سوبريوريس، دي بتتغذى بايه؟ زي ما قلنا قبل كده بتتغذى بالاوكيلوموتور نيرف اللي هو رقم 3. طيب ماشي. لو حصل ليشن في الاوكيلوموتور هيحصل، ايوه مظبوط، هيحصل توزس، وعرفنا التوزس ده اللي هو بيبقى دروبنج للابر ايلد. تمام. واحنا بنعمل تيستنج للاي اوبننج او بنعمل تيستنج للليفيتور بالبابري سوبريوريس لازم نعمل للعينين سوا. تمام. طيب ده الجفن،
ده الجفن، فانت فوق العين بالظبط، فوق الاي بول بالظبط. ففي هنا تحذير لازم لازم تاخد بالك منه، عامله لك بالبول ده اهو، نيفر بريس اون اي بول فور اني ريزون. اوعى 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 وانت بتعمل تيستنج للجفن الابر ايلد او اللور ايلد حتى، اوعى تدوس على الاي بول. تمام. طيب ايه بقى اللي انا هقوله له؟ هقول له open your eyes wide, hold, don't let me close them. طيب انا بديله manual resistance ازاي؟ بالشكل ده، او انا عيني صباعي بالراحة خالص فوق الابر ايلت وبنزله لتحت من غير ما ادوس لجوه، انا بنزل لتحت مش لجوه. manual resistance بتاعتي هتبقى الصنب or الاندكس محطوط على الاوبند ايلت above the lashes، فوق الرموش بالظبط كده. انا هو بيحاول يفتح عينه وانا بنزلها لتحت او بقفل له الجفن. تمام. طيب ال resistance given downward زي ما احنا متفقين، بس اوعى اوعى never press on eye ball. تمام. طيب بالنسبة بقى لل grading هنعملها ازاي؟ ال criteria functional و weak functional و non functional و absent. ال functional هي complete a normal range عادي، بتبدله اللايت ريزيستنس وهو عادي بيفتح عينه ما فيهاش اي مشكله. الايريس اللي هي النني بتبقى فولي فيزيبل، يعني بيفتح عينه على الاخر وانا بشوف الايريس كامله. تمام. طيب لو ويك فانكشنال يبقى هو اوبن اي بس من غير اي ريزيستنس، وتبقى الايريس بارشالي انكفرد، يعني في جزء منها مستخبي، في جزء باين وجزء مستخبي. طيب لو نون فانكشنال اصلا يبقى هو مش هيقدر يفتح الايليد، مش هيقدر يفتحها سنه، او يعني بمعنى اصح كده الايريس كومبليتلي كفرد، اولموست كومبليتلي كفرد، يعني هشوف مثلا حته صغيره قوي منها او اشوف الحته البيضه، هيبقى فاتح جفن وسنه لكن انا مش هشوف الايريس خالص. تمام. طيب لو ما قدرش بقى يفتح خالص خالص وما شفتش اي حاجه لا ابيض ولا اسود، يبقى كده هنديله زيرو، ده نو ايليد اوبننج. تمام. طيب نيجي بقى للاكشن اللي بعده، هو عكس الاي اوبننج وهو الاي كلوزنج. الاي كلوزنج ده بيتعمل بالاوربيكولاريس اوكيولاي، ركز معايا في الاسامي، اوربيكولاريس اوكيولاي. شكل الاوربيكولاريس اوكيولاي عامل كده بالظبط. تمام. اظن انت اكتشفت ده مكانه فين في السكال. طيب في ثلاث اجزاء، اول جزء هو البالبيبرال بورشن، ده فين بالظبط؟ ده في المنطقه دي. تمام. ده بيعمل ايه البالبيبرال بورشن؟ ده كلوزنج جنتلي او البلينكينج، وانت بترمش طول النهار على طول بترمش ترمش ترمش، هو ده الجزء المسؤول عن الرمشه، او وانت نايم مثلا قافل عينك. تمام. تاني بورشن هو الاوربيتال بورشن، ده مسؤول بقى، ده هو ده المكان بتاعه، ماشي، بيبقى باقي الحته كلها، يعني باقي المصل كلها من بره، ده بيبقى مسؤول عن الكلوزنج الاي بس with greater force winking، انا بغمز بعيني. تمام. اخر بورشن معانا وهو اللاكريمال بورشن، وهو الجزء المفضل للبنات او لاغلب البنات، وهو الجزء ده بالظبط، ده بيبقى مسؤول عن درو الايليد لاترالي، بينزلهم لاترالي وبيضغطهم to receive tears علشان العياط. تمام. طيب بقول له ايه؟ بقول له close your eyes as tightly as you can, hold, don't let me open them. هو بيقفل وانا بحاول افتح، او اقول له close your eye against my finger، انا بفتح وهو بيقفل. طيب المانيوال ريزيستنس بتاعتي هتبقى الصنب below، الصنب بتاعك below والاندكس above. open the eye using light touch، بس اوعى 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 تبريس اون الاي بول، اوعى تدوس، هندوس بالشكل ده بالظبط بس ما نجيش ناحيه الاي بول اصلا. انا الصنب بينزل لتحت والاندكس بيترفع لفوق علشان بفتح الاي، لكن ما بدوس على الاي بول، اوعى اوعى تعمل كده. على الكرايتيريا او الجريدنج. تمام. اف نديله اف لو هو كلوز الاي tightly and hold against resistance، طبيعي بديله resistance وهو قفل عينه فخلاص بديله F. ال WF او ال weak functional لو ما اديتلوش resistance اصلا لكن قفل عينه بس incompletely، closure maybe incompletely. تمام. طب لو ال non functional unable to close the eye وال iris is completely uncovered. تمام. يعني انا شايف ال iris، حرك الجفن بس ما قفلش عينه، حرك الجفن. تمام.
حرك الجفن. طب لو ما حركش الجفن هنا بقى بديله زيرو، تمام. في البيشنس اللي هم ما بيحركوش الجفن زيرو او النون فانكشنال، بقول له ان انا بديله ارتفيشال اي دروبس، لان هو ما بيعرفش يقفل عينه، فبالتالي مش هيعرف يكمبرس زي ما اتفقنا في اللاكريمال، ما مش هيعرف يكمبرس، فبالتالي مش هيعرف يستقبل تيرز، تمام. فعشان كده بديله ارتفيشال اي دروبس زي قطرة كده عشان بريفنت الدراينج، عشان العين ما تصابش بان هي تجف او الجفاف، تمام. وبكده نكون خلصنا الاي. نخش على الموشن اللي بعدها او التوبيك اللي بعده، هو الفراونينج. ايه بقى الفراونينج؟ هو ده الفراونينج، ده ال 111، علامة ال 111 اللي انت بتعملها بحواجبك. طيب بتعمله بانهي عضلة؟ تعمله بالكوريجيتور سوبر سيلي، كوريجيتور سوبر سيلي. طيب التست بقى بيبقى ازاي؟ بقول البيشن فراون دونت ليت مي اريز ات، تبقى بالطريقة دي بالظبط. هو بيكرمش حواجبه، انا بحاول افردها. المانوال ريزيستنس بتاعتي ازاي؟ الصمب اوف ايتش هاند بليزد ات النيزل اند، النيزل اند يعني بين الحواجب بالظبط، وبفرد الحواجب اهو، الموف الايبروز ابارت، ببعد الحواجب عن بعضها، تمام. تمام، دي حركة سهلة، سهلة ان انت تعملها وسهلة ان انت تستها، ان انت تعملها تيستنج. الكرايتيريا فور جريدنج هي فيها سنة رخامة في الكرايتيريا اوف جريدنج، لان بنركز على الرينكلز، انت شايف ان في تجاعدات اللي هي ال 111. لو فانكشنال فهو كومبليتس النورمال رينج فهولد اجينست سلايت ريزيستنس، فانت شايف التجاعدات حتى لو انت بتبعده هو عامل كده وعامل فراونينج، فانت مش قادر تشيل التجاعدات كامله، فده بنديله اف. لكن لو ما ادينالوش ريزيستنس والرينكلز موجوده بس شالو مش برومينانت، لو برومينانت يعني بارزه قوي، لكن شالو هتلاقيها سطحيه، تمام، او هتلاقيها يعني مش عميقه، تمام، دي بنديله ويك فانكشن. نون فانكشنال لو اتحركت بس ما شفتش رينكلز، تمام، هو حرك حواجبه يمين وشمال او دخلهم كده على بعض لكن ما حصلش رينكلز، ده بنديله نون فانكشنال. وطبعا الزيرو لو ما عملش اي حاجه اصلا وما فيش اي موشن، ده الفراونينج. نخش على تاني اكسبريشن للفورهيد وهو الريزنج اوف اي بروز. ريزنج اوف اي بروز بيتعمل بالاوكسيبيتو فرونتاليس، مش بالاوكسيبيتو فرونتاليس كامله، بيتعمل بالفرونتاليس بارت. طيب ايه بقى الاوكسيبيتو فرونتاليس؟ لو انت فاكر من الهيد اند نيك، ايوه هي دي بالظبط الاوكسيبيتو فرونتاليس، وبالذات مخصوص الفرونتاليس بارت، تمام. طيب بنقول له ايه؟ بنقول له ريز يور اي بروز از هاي از يو كان هولد ودونت ليت مي بول ذيم داون، يعني هو بيرفع حواجبه فبالتالي انا هنزل له الحواجب. طيب المانيوال ريزيستنس بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ بليز الباد بتاع الصمب اباف اتش اي برو، يعني حط زي ما الرسمه كده بتقول بالظبط، يعني انا مش محتاج شرح، احط ايدي صوابع الاثنين فوق الحاجب وابتدي ريزيستنس داون وورد دايركشن، ابتدي انزل لتحت. طيب الكرايتيريا اوف جريدنج بتاعتي هي سهله جدا، كومبليت الموفمنت اجينست الريزيستنس عادي جدا، والهوريزونتال رينكلز بتبقى موجوده زيها زي الفراونينج، تمام، هو باد ريزيستنس ومع ذلك الرينكلز بروميننت. طيب بالنسبه للويك فانكشنال مظبوط، الرينكلز شالو زيها زي الفراونينج، وبدي جنتل ريزيستنس يعني ريزد باي جنتل ريزيستنس، يعني انا لو اديت ريزيستنس خفيفه ممكن اشيلها، ممكن اشيل الرينكلز دي خالص، بس ده في حاله ان انا اديت ريزيستنس، لكن لو ما اديتش ريزيستنس هتبقى شالو. النون فانكشنال هو اونلي سلايت موشن زيها زي الفراونينج بالظبط، والزيرو هي نو اي برو ريزنج خالص. خلصنا الفور هيد اكسبريشنز، نخش بعد كده على التوبيك اللي بعده وهي النوز ماسلز. النوز ماسلز عندنا بالشكل ده، اول عضله معانا هي البروسيرس، بروسيرس، تمام. البروسيرس دي بتعمل ايه؟ بتدرو الميديال انجل اوف اي بروز داونورد، يعني بتنزل اللي هي الحته بين الحواجب دي داونورد، ايوه زي ما انت بتعمل كده بالظبط. بتعمل ترانسفيرس رينكلز اكروس البريدج اوف ذا نوز، يعني من المنطقه دي لحد النوز، كل ده بنسميه البريدج اوف نوز، فبتعمل ترانسفيرس رينكلز او تجاعيد عرضيه في المنطقه دي.
تاني عضلة معانا هي النزالس. النزالس دي بتعمل ديبريسنج او بتنزل الكارتليجنس بورشن اوف نوز. يعني تخيل العضلة الصغيرة دي بتنزل كل المناخير دي، تمام، وبتعمل حاجة تانية اللي هي بتعمل دايليت النوسترلز، تمام، بتوسع المناخير. ايوه زي ما انت بتعمل برضو كده دلوقتي. اخر عضلة معانا وهي اصغر عضلة فيهم وهي الديبريسور سبتاي. الديبريسور سبتاي دي بتعمل حاجة بسيطة جدا وهي درو بتنزل القلب داونورد، تمام. احنا مش هيهمنا اي عضلة من اخر عضلتين دول، اللي هيهمنا نعمل له تيستينج هو البروسرس، تمام. البروسرس بقى دي بنعمل لها تيستينج ازاي؟ بالطريقة دي. هي بتعمل رينكلز، ترانسفيرس رينكلز، واحنا بنفك الرينكلز دي. اول حاجه فانكشنال طبعا، لو لقينا بروميننت كريزز وتوليريت ريزيستنس يبقى نديله على طول فانكشنال. لكن لو لقينا شالو كريزز وبس ما بيستحملش اني ريزيستنس هنديله الويك فانكشنال. لكن لو لقينا موشن بسيطه من غير كريزز او من غير رينكلز هنديله نون فانكشنال، ولكن لو ما لقيناش اي موشن يبقى هنديله الزيرو. تقريبا زيها زي الفراونينج واختها اللي هي ريزنج اوف ايبروز، تمام. كده خلصنا النوز، نخش بقى على الماوس. الماوس ده قلنا اتفقنا ان فيه 10 muscles، بس احنا هنركز على 2 muscles only. اولهم هتبقى اللي بتعمل lip closing دي اللي هي الاوربيكولاريس اوريس. شكل الاوربيكولاريس اوريس هو الشكل ده، هو فعلا شكله مضحك شوية لكن هي دي فعلا الاوربيكولاريس اوريس اللي هي الليبس. طيب بقول له ايه بقى؟ بقول له purse your lips, hold, push against the tongue blade. tongue blade يبقى احنا كده معنى كده ان احنا بنستخدم tongue blade عشان نعمل testing بالشكل ده، تمام. طيب المانيوال ريزيستنس بتاعتي بتتعمل ازاي؟ تقول لك التونج بليد يوزد تو بروفايد ريزيستنس، الفلات سايد بتاع البليد الجزء بتاعه اكروس البوز upper and lower lips، يعني بيبقى في الجنب كده موجود فوق وتحت. الريزيستنس ابلايد انورد توورد الاورال كافيتي. طيب ازاي بقى انورد؟ انا بدي ريزيستنس بالتنج بليت فهو بيعمل ليفر، بيعمل شغل زي الرفعه كده، انا بدي لجوه فهو بيفتح لبره. متخيلها معايا؟ نفس الرسمه دي بالظبط، انا بدي ريزيستنس لجوه فهو بيفتح لبره فبيخليه يفتح الليب او بيفتح الشفه، فبالتالي الماسلز بتأبوز او بتعاكس الحركه اللي انا بعملها علشان اتستها او اعملها تيستنج، تمام. طيب بالنسبه للكرايتيريا اوف جريدنج، اول حاجه لو عمل سيل او كومبليتلي سيل قفل بقه تمام اجينس سترونج ريزيستنس بديله اف، هو كده ممتاز وبديله اف. طيب لكن لو قفل الليب مع نو ريزيستنس، ما قدرش يستحمل ريزيستنس بس قفلها لما انا شلت الريزيستنس خالص، بديله ويك فانكشنال. لكن لو قفلها حته بسيطه ما قدرش يقفلها على الاخر، في حركه لكن ما قدرش يقفلها على الاخر، بديله نون فانكشنال. ولكن لو ما حركش الليب اصلا بديله زيرو. في حاجه برضو ممكن تدلنا على ان في مشاكل في الاوربيكولاريس اوليس وهي السترو او الشاليمو. لو قفلت بقك او قفلت على الشاليمو وشفط العصير اللي انت بتشربه ايا إن كان، فانت كده تاخد اف. لكن لو قفلت على الشاليمو وجيت تشفط ولقيت شويه من العصير ده بينزل كده من البق، فهتدي له ويك فانكشنال. لكن لو نون فانكشنال يبقى مش هيعرف اصلا يقفل على الشاليمو، ولو زيرو اصلا هو مش هيستنى الشاليمو، انت مش هتحتاج اصلا تستخدم شاليمو علشان تعمل له تيستنج. ودي كانت الاوربيكولاريس اوليس بتعمل الليب كلوزنج. نيجي بقى لتاني مصل معانا في المسلز اوف ماوس وهي البوكسينيتور او اللي بتعمل الاكشن اللي هو التشيك كومبريشن. البوكسينيتور ده شكلها، تمام. علشان نتست البوكسينيتور هي يوزد، نعرف الاول بس هي بتستخدم في يوزد فور بوزيشننج الفود فور شوينج، بتدخل كده الفود لما بيخرج بره الفكين هي بتدخله جوه تاني. حاجه تانية لما انت تكون عامل بالونه كبيره كده وبالونه بقى كده كبيره كلها هوا وتيجي تنفخ، فهي دي وظيفه البوكسينيتور، اكسبل الاير وين ذا تشيك التشيكس ار ديستندد. لما تبقى منتفخه هي بتطلع الهوا، يعني وانت بتنفخ البالونه مثلا. طيب احنا بنعملها ازاي؟ بنقول له suck in your cheeks،
تمام، يعني اشفط التشيكس بتاعتك، دخلهم لجوه عشان تعمل وظيفتها. هولد، دونت ليت مي بوش ذيم اوت. طيب هل احنا هندخل صباعنا في بق المريض؟ قال لك ممكن بالشكل ده، او افضل ان انت تستخدم تانج بليد. طبعا مش هيبقى بالشكل ده، هيبقى بشكل الطف، لابس جوانتي وبس. المانيوال ريزيستنس بتاعتنا هتبقى بالتانج بليد، بروفايد ريزيستنس الفلات سايد اجينست التشيك، من التشيكس من جوه. بوش التست تشيك اوتورد، يعني احنا بنحاول نخرجه اوتورد. طيب الجريدنج بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى لو هو عمل الموفمنت، دخل التشيك بتاعه اجينست سترونج ريزيستنس، يبقى هنديله اف. طيب لو معرفش، او لما ادينا له، لما قصدي شلنا منه الريزيستنس وعملها، يبقى هنديله ويك فانكشنال. ما قدرش بالريزيستنس، شلنا الريزيستنس، يبقى هيبقى ويك فانكشنال. لكن لو عمل حركة بس ما قدرش يكمل الرينج اوف موشن كامل، هيبقى نون فانكشنال. ولو ما عملش اي حاجة يبقى زيرو او ابسنت. تمام، كده نبقى خلصنا التو ماسلز المهمين في الماوس. نبتدي بقى نخش على كذا مصل، مش هنعمل لهم تيست، لكن نبقى عارفين هما بيعملوا ايه. دي اول 3 ماسلز هنتكلم عليهم. اول ماسل معانا وهي الليفيتور انجلاي اورس. بتعمل ايه الليفيتور انجلاي اورس؟ الماسل الليفيت الانجل اوف ذا ماوس، بترفع الانجل. طيب تعمل ايه تاني؟ ريفيل التيس ان سمايلنج. خلي بالك مش دي العضله بس، ده دي العضله واللي قصادها برضو الناحيه التانيه. ريفيل التيس ان سمايلنج، يعني بتخليك تبتسم، تبتسم سمايلنج مش تضحك. وبتتعمل لو عملتها يونيلاترال، حركت جانب واحد بس، تعمل الاكسبريشن اوف سنيرنج. ايه السنيرنج ده؟ اللي هو كده، اللي هو ان انت بتسخر من اللي قدامك، سخريه. طيب تاني مصل معانا وهي المصل دي، وهنسميها الليفيتور لاباي سوبريورس. ركز في الاسامي علشان ما تخدعكش، ليفيتور انجلاي اورس والليفيتور لاباي سوبريورس. المصل دي ريز اند بوش اوت الابر ليب. مش فاهم، كمل بس معايا. موديفاي النيزو لابايل فولد. ايه النيزو لابايل فولد؟ كمل بس معايا. ران النيزو لابايل فولد ده، ران فروم الاند اوف ذا نوز، شايف الاند اوف ذا نوز، فلاتن اوت اوفر ذا تشيك، اللي هو ده. عرفت ايه النيزو لابايل فولد؟ ايوه عرفت. طيب يبقى الليفيتور لاباي سوبريورز بتعمل النيزو لابايل فولد. تمام. اخر مصل معانا في الرسمه وهي المصل دي اللي على جانب النوز، اسمها ليفيتور لاباي سوبريورس الكيو نيزاي. تمام، دي بتعمل ايه؟ دي عضله رخمه شويه. الليفيتور لباي اليفيت الابر ليمب زي الليفيتور لباي سوبريورس، عادي جدا. طيب اللاباي سوبريورس بروتراكت الابر ليب، وهي دي الحاجه اللي بتميز المصل دي. يعني لو جيت قلت لك مصل تعمل بروتراكشن للابر ليب، قول لي الليفيتور لباي سوبريورس الكيو نزاي. تمام، اخر حاجه بتعملها الالكيو نزاي دايليت النوسترلز. يبقى عندنا كده اللي بيعملوا دايليشن في النوسترلز هما اتنين، الالكيو نزاي والنزالس. ايوان، من النوز ماسلز النزالس. طيب ايه الشكل بقى اللي هي بتعمله؟ هو الشكل ده بالظبط، بتعمل بروتراكشن في الابر ليب وبتعمل دايليشن في النوسترلز. تمام. الثري ماسلز اللي بعدهم هم هيبقوا الثلاثه دول، هيبقوا تحت في اللور جو او في الفك السفلي. تمام، اول ماسل معانا وهي المنتالس. المنتالس دي عضله يعني خاصه اكتر بالشباب. ليه؟ لان هي بروترود اللور ليب، تعمل باوتنج اور سالكينج. دي بتتعمل ازاي الحركه دي؟ بالشكل ده، عشان كده قلت هي خاصه اكتر بالشباب، اللي هي لما بتعمل بروتروجن في التشين بتاعتك، هي دي العضله اللي بتعمل كده. طيب تاني عضله معانا وهي عضله الدبريسور انجلاي اورس. من اسمها ديبريسور انجولاي اورس، يبقى بتعمل اول حاجه ان هي خد النقطه الثانيه اللي هي درو داون الانجل اوف ذا ماوس من اسمها. تاني حاجه بتعمل كروس الميد لاين تو ميت المصل اللي قدامها، يعني الاثنين التو ماسلز بيقابلوا بعض علشان يكونوا حاجه اسمها المينتال سلينج، اللي هو الخط بتاع الدقن ده بنسميه المينتال سلينج. تمام،
لما انت بتنزل الانجل بتاعت الماوس بتعمل حاجة اسمها الديب سادنس، اللي هي بتبقى بالمنظر ده. لما بتنزل التو انجلز بتوع الماوس لتحت بتعمل لك الديب سادنس. فمين اللي بيعمل لك الديب سادنس؟ هي الديبريسور انجلاي اورس. اخر مصل معانا وهي المصل دي اسمها الديبريسور لاباي انفيريوريس. كان عندك الناحية التانية الليفيتور لاباي سوبريوريس، اوعى تنساها، ما تلخبطهمش في بعض. عندك هنا بقى الديبريسور لاباي انفيريوريس. الديبريسور لاباي انفيريوريس دي بتعمل ايه؟ هي درو اللور ليب داون اند لاترالي برودوسنج الاكسبريشن بتاع الميلانكولي اور الايروني. الميلانكولي ده الاكتئاب، او الايروني اللي هو السخريه، زيه زي السنيرنج بس بيبقى لتحت. ايون بيبقى كده بالظبط، ماشي. يبقى كده عندك ان الديبريسور لاباي انفيريوز بتعمل ايروني، لكن عندك الليفيتور انجلاي اوريس، ليفيتور انجلاي اوريس هي اللي بتعمل سنيرنج، ما تلخبطهمش في بعض. طيب في موسلز تانية اكيد، احنا كده خدنا اتنين، بعد كده تلاتة، بعد كده تلاتة، يبقى احنا كده خدنا تمانية، فاضل لنا تو موسلز. اول موسل فيهم اللي هي البلاتيزما، وطبعا كلنا عارفين شكل البلاتيزما اللي هو كده. طيب البلاتيزما دي بقى ايه؟ ديبريس اللور ليب اند البكال انجل اوف ذا ماوس، تعمل الجريف اور سادنس. لما انت تشد كده عروقك، انت ما بتشدش عروقك، احنا المفروض كبرنا وعرفنا ان البلاتيزما دي هي مصل. انت لما بتيجي تعمل الحركه دي هي اسمها البلاتيزما، او تعمل الاكسبريشن بتاع الجريف اور سادنس دي بتعملها عن طريق البلاتيزما. طيب البلاتيزما بتعمل ايه تاني؟ درو اللور ليب باكورد، تمام، برودوس الاكسبريشن بتاع الهورور، شكلك بيبقى مخيف. وطبعا بتبول السكن، علشان احنا متفقين ان مسلز الفيس كلها بتشد السكن، هي مرتبطه بالسكن اكتر منها بون، تمام. فبتشد السكن بتاع النك وبتاع من عن طريق الكلافجل، يعني بتشد السكن بتاع النك من الكلافجل، فبتعمل لك الشكل المخيف ده. طيب دي البلاتيزما واظن كلنا عارفينها. طيب المصل اللي بعد كده اسمها ايه؟ زيجوماتيكاس ميجور. زيجوماتيكاس ميجور ايه بقى الزيجوماتيكاس ميجور دي؟ دي مصل درو الانجل اوف ذا ماوس ابورد اند لاترالي، ابورد اند لاترالي از ان لافينج، زي الراجل ده. عرفت ايه الزيجوماتيكاس ميجور؟ هي مسؤوله عن اللافينج مش السمايلينج. فاكر السمايلينج كان مين اللي بيعملها؟ اتمنى تكون فاكر. طيب بعد ما خلصنا الماسلز اوف الماوس نخش بعد كده على الجو. الجو اوبننج اول حاجه. طيب الجو اوبننج قلنا ان هم هنقسمهم على تو جروبس. اول جروب هو بتاع الجو اوبننج. الجو اوبننج فيه لاترال تريجويد والسوبرا هيويد ماسلز. بنختبرهم ازاي؟ بنقول له اوبن يور ماوس، بيفتح بقه على الاخر، as wide as you can، hold don't let me close it. طيب بتبقى بالطريقه دي بالظبط. المانيوال ريزيستنس بتاعتي one hand cup under the chin، ايدي تحت التشين تحت دقنه، والايد الثانيه فوق على دماغه for stabilization عشان اثبت، وبدي resistance upward vertical. الكرايتيريا for grading هي هتبقى بالشكل التالي: لو هو complete ال available range of motion against the strong resistance هديله F، لكن علشان المصل دي قوية قوي انت ممكن ما تقدرش عليها، حتى لو هي ممكن تبقى ضعيفة وتستاهل ان هي تاخد الويك فانكشنال، لكن هتديها فانكشنال لان انت ايدك مثلا ممكن تبقى اضعف منها، تمام. فبنختبرها بالاختبار ده. هي الصورة ممكن تبقى مش لطيفة، بس ده الاختبار التاني. انا بقفل بقه بديله سترونج ريزيستنس، ولو 3 صوابع دخلوا بقه بديله اف مستريح، لكن لو صباعين او اقل مع سم ريزيستنس بديله الويك فانكشنال. لو هو قدر يفتح بقه وشال صباعين او اقل يبقى هديله ويك فانكشنال. طيب لو ما فتحش اصلا يبقى هديله النون فانكشنال، عمل موشن بس ما فتحش، يبقى هديله نون فانكشنال. هنا بيقول لك بقى ان اللاترال تريجويد كان بي بالبيتد مع جلافد فينجر، لازم تبقى لابس جوانتي انسايد الماوس، بس بتبقى جوه شويه. بس هو مش بيستحمل اي ريزيستنس في النون فانكشنال. واخر حاجه طبعا لو ما فيش اي حركه بديله الزيرو. طيب
دي كانوا اول تو ماسلز اللاترال تريجويد، لاترال تريجويد، وهتقول لي بتريجويد البي سايلنت والسوبرا هيويد ماسل. نخش بقى على الجروب الثاني، وهو هيبقى فيه 3 ماسلز، وهو جروب الجو كلوجر. الماسلز هما الماسيتر تيمبوراليس ميديال تريجويد، ماسيتر تيمبوراليس ميديال تريجويد. هناك كان في اللاترال، هنا في الميديال. طيب بالطريقة دي هو الجو كلوجر هو بيحاول يقفل وانا بحاول افتح، تمام زي ما احنا متعودين. هقول له ايه؟ clench or hold your teeth together as tight as you can. keep your lips relaxed. ما هو هو مش هيقفل لي بقه باللبس، انا مش عايز اختبر الاوربيكولاريس اوريس، انا عايز اختبر الماسيتر تمبراليس والميديال ترجويد. hold don't let me open your mouth. المانيوال ريزيستنس بتاعتي الشن جراسبت عند بتوين الصمب ويب، بمسك دقنه عن طريق الصمب ويب بين الصمب والاندكس فينجر، والاذر هاند طبعا على الهيد فور ستابيليتي، وبدي الريزيستنس داونورد علشان انا افتح بقه وهو يحاول يقفله. الكرايتيريا فور جريدنج بتاعنا هتبقى شبه التانية، البيشن كلوز الماوس تايتلي والثيرابيست مش هيقدر يعمل له حاجة فبنديله الاف. لكن لو قفل الجو اجينست سب ماكسيمال ريزيستنس او ليس ذان الماكسيمال يبقى هديله ويك فانكشنال، انا ما اديتلوش ماكس ريزيستنس عاليه وراح هو برضو قفله يبقى هديله ويك فانكشنال. لكن لو ما قدرش يقفله عند السب ماكسيمال بضطر اشيل الريزيستنس، ولو قفله يبقى هديله نون فانكشنال. وفي الحاله دي هيبقى الجريد بتاعته نون فانكشنال نو ريزيستنس، والماسيتر والتمبرايلس بالبيتد اون بوث سايدز، تمام. لكن لو ما عملش اي حاجه خالص، ما شفتش اي اكشن، بديله زيرو او ابسنت. دول ال 28 ماسلز اللي احنا المفروض نذاكرهم في الفيس ماسلز. مراجعه سريعه على اللي اخدناه، 28 مصل اللي خدناهم. اول حاجه عرفنا الجنرال جريدنج بروسيجر، فانكشنال ويك فانكشنال نون فانكشنال والابسنت. عرفنا ان هي الفانكشنال بيبقى نورمال او فيها سلايت امبيرمنت، والويك فانكشنال بيبقى فيها مودريت امبيرمنت، والنون فانكشنال بيبقى فيها سيفير امبيرمنت. خدنا تاني حاجه الاي موشن، وعرفنا ان الاي موشن فيها 6 muscles، هم 4 rectus و2 obliquus وفي 3 nerve supply بيغذيهم. 4 muscles، الريكتس سوبيرير والريكتس انفيرير والريكتس ميدياليس مع الاوبليكس انفيرير بيغذيهم الاوكيلوموتر اللي هو رقم 3، والابديوسنت اللي هو رقم 6 بيغذي الريكتس لاتراليس، والتروكيلر اللي هو رقم 4 بيغذي الريكتس بيغذي سوري بيغذي الاوبليكس سوبيرير. وخدنا بعد كده ان هو بنختبرهم عن طريق الاي تراكنج. دخلنا بعد كده على الاي اوبننج وكلوزنج، وعرفنا ان الاي اوبننج بتعملها الليفيتور بالبيبري سوبريوريس، والكلوزنج بتعملها الاوربيكولاريس اوكيلاي. وما تنساش الاوربيكولاريس اوكيلاي فيها 3 بورشنز، البالبيبرال بورشن وعرفنا ان هو بيعمل بلينكينج، والاوربيتال بورشن اللي هو بيعمل وينكينج او الغمزه، واللاكريمال بورشن ده بتاع معظم البنات اللي هو ريسيف التيرنج التيرز. عرفنا بعد كده الفور هيد اكسبريشن وهي الفراوننج او 111، وعرفنا الريزنج اوف اي بروز او اللي هي بتعملها الفرونتاليس، والفراوننج ما تنساش بتعملها الكوريجيتور سوبر سيلي. بعد كده النوز ماسلز، وعرفنا فيها البروسيرس والنيزاليس والديبريسور سبتاي. مش هنركز على النيزاليس والديبريسور سبتاي، لكن هنركز على البروسيرس اللي هي بتعمل لك الترانسفيرس رينكلز اوفر البريدج اوف ذا نوز. بعد كده عرفنا الماسلز اوف ذا ماوس، خدنا الليب كلوزنج اللي هي بتعملها الاوربيكولاريس اوريس، وتاني حاجه اللي هي التشيك كومبريشن واللي بتعملها البوكسينيتور. وخلي بالك التو ماسلز دول بنعمل لهم تيستنج عن طريق التانج بليد، تمام، وعرفنا ازاي بنعمل لهم تانج بليد، تمام. كملنا بقى الماوس ماسلز، وخدنا فيها الليفيتور انجلاي اوريس، وعرفنا ان هي بتعمل السنيرنج، وخدنا الليفيتور لاباي سوبريوريس، وعرفنا ان هي بتميزها النيزو لاباي الفولد، وخدنا الليفيتور لاباي سوبريوريس اليكيو نيزاي، وعرفنا ان هي بتميزها البروتراكشن اوف ابر ليب.
خدنا بعد كده المنتاليس، والمنتاليس عرفنا ان هي بتعمل حركة اللي هي الدقن اللي هي الباوتينج اور سالكينج، وخدنا الدبريسور انجيلاي اوريس ودي بتاعت الديب سادنس، وخدنا بعد كده الدبريسور لاباي انفيريوريس بتاعت الايروني، الايروني اللي هي بتعمل ديبريشن لللور ليب داونورد اند لاترال. خدنا بعد كده البلاتيزما وعرفنا البلاتيزما اللي هي الجريف اور سادنس او شكل الهورور، وخدنا بعد كده اخر حاجه الزيجوماتيكاس بتاعت اللافينج. خدنا بعد الماوس خدنا الجو ماسلز، والجو ماسلز دول قسمناهم لتو جروبس، اول جروب اللي بيعمل جو اوبننج هو اللاترال تريجويد والسوبرا هايويد ماسل، وتاني جروب اللي هو الجو كلوجر وهو مكون من 3 ماسلز الماسيتر تمبراليس وميديال تريجويد. اتمنى ان السيشن النهارده تكون خفيفه ما تكونش تقيله، اي نعم فيها كميه ماسلز كتيره بس هي ان شاء الله يعني تكون اتقدمت بطريقه سهله يعني. والماسل تيست هي ماده محتاجه متابعه كتير، يعني مش من اول مره هتجيبها، يعني الفيس ماسلز نفسها محتاجه مره واتنين على الاقل علشان تثبت. الفيس ماسلز اسهل جزء ممكن تشوفه، في بعد كده هتلاقي البوستشر وهتلاقي الرينج اوف موشن، الرينج اوف موشن برضو محتاج مذاكره ورقه وقلم علشان تقدر تفضل تجمع. دي كانت محاضره النهارده وشكرا ليكم وسلام.